اليوم وجودنا في البصرة هو مو حدث طبيعي، جايين استثناء. البصرة مدينة مهمة، شكل مصدر مهم للاقتصاد العراقي، مصدر مهم للاستقرار الاجتماعي في العراق. تتعرض منذ فترة لجماعات خارجة عن القانون، لجماعات تحاول أن ترهب المواطنين وترهب سكان البصرة وابتزاز رجال الأعمال، ومن ثم تشكيل تهديد لعموم العراق. البصرة أم العطاء، أم الخيرات. المطلوب كأجهزة أمنية أن نعمل على حماية سكان مدينة البصرة، لكن الذي نشوفه مع الأسف الشديد هناك اختراقات، هناك إخفاقات في حماية أمن المواطنين. خلال أسبوع عمليتين بشعة قام بها المجرمين باغتيال شبابنا ولدنا، ومع الأسف الشديد لم نرى عمل بمقدار حجم هذه الجريمة. أنتم كقادة ميدانيين عليكم مسؤولية. أنا ما أعرف كيف القادة الميداني يقبل في منطقة يصير تجاوز ويتعامل مع التجاوز كأنما حدث عابر. يجب أن نعمل بكل جد من هذه اللحظة على إعادة الثقة بالدولة والأجهزة الأمنية. بالنتيجة أنتم قبلتوا تكونون جزء من حملت هذا الشرف الكبير، حماية أمن المواطنين. فعلينا أن نقاتل لحماية أرواح المواطنين. حقيقة لازم نعترف أكو إخفاقات في محافظة البصرة، يجب أن نعمل سوية من الآن أن ما حدث لا يتكرر، وحتكون لك مسؤولية حقيقية عليكم كليتكم. أما الخوف، الخائف مكانه مو يعني حقيقة أقولكم، خوف مرة من عصابات مرة من عشائر، هذا مو دور قائد ميداني يحمل رتبة ويحمل علم العراق وشرف العراق. أتمنى عليكم أن نبدأ بداية. اليوم القيادة الأمنية في العراق كلها موجودة وياكم في المكتب في هذا الاجتماع لتوفير الدعم لكم والإسناد، وكذلك لنثبت للناس جديتنا بمعالجة أخطاء الماضي. من هذه اللحظة غير مقبول هناك تهاون أو خطأ. أقولكم بكل صراحة، والقائد اللي راح يفشل يتحمل فشله، ما يبقى مكانه. ليش السيارات تتجول بالبصرة بدون أرقام ومضللة وما عندها موافقات؟ وين المرور؟ وين العمليات؟ على الأرض يسوون ليش؟ ليش أول ترباحها 100 سيارة وقفتوا؟ ليش؟ اللي يجي الوزير بنفسه؟ هذا مطلوب واجبكم. أكو تعليمات، أكو تعليم يقولكم إنه السيارة بدون ألواح يوقع لها الحزب تمشي بالشارع. شنو الأحزاب؟ ما عنده حق، هذا حق الدولة فقط ويشرع بقانون. ليش التساهل؟ هذا معناته خوف وسطوة لهذه الجماعات على حساب الدولة.